on behalf of His Excellency President Dr. Julius Maada. بالنيابة عن فخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادابيو رئيس جمهورية سيراليون ورؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي المكلفين بمسؤولية حشد الدعم للخروج بموقف إفريقي موحد. أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون ومعالي وزير الخارجية الجزائري وحكومة وشعب هذا البلد العظيم على استضافتنا اليوم في الجزائر. إن هذا الاجتماع الوزاري 11 حول إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو نتيجة القمة التشاورية التي عقدت في أويالا العام الماضي. إنها مؤشر والتزام قوي من أعضاء هذه اللجنة بمواصلة المسؤولية التي كلفتهم بها اللجنة الإفريقية نيابة عن القارة الإفريقية لتقويم الظلم التاريخي الواقع على إفريقيا بسبب استبعادها من عضوية دائمة في مجلس الأمن وتمثيلها الناقص في الفئة العضوية غير الدائمة في المجلس. نحن جميعا واعون بأن إفريقيا اليوم تتأثر بالعديد من النزاعات في العالم. في الهيئة العالمية للسلام والأمن لدينا صوت صامت للغاية. نحن الآن نطالب بتصحيح هذا الظلم التاريخي لكي تتحصل إفريقيا على تمثيلها في المجلس. يجب أن يعكس مجلس الأمن الحقائق الجيوسياسية الحالية على مختلف المستويات. لقد تم عرقلة النقاش حول توسيع وديمقراطة مجلس الأمن ليكون عادلا وفعالا، ولكن حان الوقت لأعضاء المجلس للنظر في هذا الإصلاح الآن، لأن إفريقيا موجودة هنا. هذا هو قرن إفريقيا ويجب أن تسمع الأصوات الإفريقية في المجلس. أود أن أشكر حكومة الجزائر وشعبها مرة أخرى وأعضاء لجنة العشر وخاصة وزراء الخارجية لهذه الدول ورؤساء الوفود الحاضرين هنا اليوم في الجزائر لمناقشة والاستماع إلى خبرائنا ورفع توصيات للمرافعة لصالح هذا الطلب المشروع القاضي بإصلاح مجلس الأمن، مع الأخذ بعين الاعتبار الموقف الإفريقي الموحد كما نصت عليه اتفاقيات إيزولويني وإعلان سرت.